مساء الفل عليكو. النهارده الجزء الثاني من المقبلات اللي هي اسمها ايه؟ ابيتايزرز. لا انا مش بسالك على معنى كلمه مقبلات، انا بسالك على ايه الطبق ده اسمه ايه؟ نسيت. اكيد لازم ينسى. نعمل حاجه مش عارفين نقول اسمها. ده حتى تبقى عيبه. اه والله. بروشيوتو. ايه؟ بروشيوتو. بروشيوتو؟ صح؟ المهم يا جماعه، طبق الفراخ اللي انت هتشوفوه ده بيتقدم ابيتايزر في اماكن هنا، وبرده كان طعمه جميل فعرفنا اسمه من المنيو. اسمه بروشيوتو. ما احنا كاتبينه فوق خلاص، رايح بروشيوتو. وهنعمله وربنا يستر. عباره عن صدور فراخ مخليه، ودي سبانخ بيبي سبانش. السبانخ دي ما بنسويهاش احنا، بس هنحط عليها ميه سخنه. بعد كده هننزل بقى المايه اللي احنا حطيناها على السبانخ. هنعمل دلوقتي الحشوه على ما حنفي خلص لنا تنظيف العملها حلو بقى. ماشي، بس بالراحه عشان ما تتهريش. بالراحه عشان ما تتهريش. سقفه يا جماعه. احنا عندنا ميكس جبن عباره عن موتزاريلا وتشيدر وبارميزان ورومي، بس هو عموما براحتكم يعني، هو ده ميكس كده احنا جايبينه مع بعض. هنحط عليها معلقتين كبار بقسماط ناعم. الصدر على بعضه زي ما انتم شايفينه كده، ونيجي في أدخل حتة فيه نعمل فيه فتحة. تحشي بقى جبنة ولا هنحشي الميكس بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو مش عارفين طعمه يطلع عامل ازاي. ده بقى المفروض ان هما كانوا عاملينه بالبيف بيكون على النت اونلاين، اللي هو الخنزير بيبقى ارفع من كده واكبر من كده، ده خنزير. ايوه انت قلت هما كانوا عاملينه بالبيف بيكون، ان هو المفروض الخنزير. على فكره بيف بيكون يعني خنزير. سموكد بيف. البيف بيكون هو الخنزير، فاحنا جبنا ده من السوبر ماركت اللي هو السموكد بيف. بعد ما خلصنا لف الفراخ، هو المفروض ان احنا كنا نعملها في طاسه بزبده، بس الوضع هنا مزري شويه شائك. فخايفين نعمل كده عشان لو عملنا كده ممكن تبقى شاورما، فاحنا رصيناها على طول دايركت في البايركس، وهنحط عليها شويه زيت. واحنا مولعين الفرن على درجه حراره 200، هنحطها بالظبط تلت ساعه على ما الفراخ تستوي، ونفضل مراقبينها على ما نعمل الصوص بقى اللي هيتحط عليها وتخش الفرن تاخد اخر وش. خرط لنا البصلايه دي في السريع. جايبين مشروم ابيض ومشروم بني ميكس. زي دي كده هنحط شويه زيت، وننزل بالثوم والبصل، ونسيب البصل يكرمل. نسيب المشروم ياخد تشويه ونديله سنه ميه صغيره. زود عليه نص كوباية كريمة. ندفع عليها بقى النار. نبص بقى على الفراخ دلوقتي وضعها ايه.
الفراخ دلوقتي حوالي نص سوا كده، هنبدأ بقى ننزل عليها ايه الصوص. دلوقتي بعد ما حطينا المشروم اللي احنا عملناه وحنفي حاول يلقط الخلل رغم ان قلت له خليها للاخر، بس هو برضو صمم، هيبقى فاضل شويه الجبنه اللي احنا ايه مع السبانخ. طب انا عايز اعرف ده بيعتبروه مقبلات ازاي؟ ازاي دي مقبلات؟ انا مش عارف، ده طبق ده اكله. نرجعها في الفرن بقى تقعد ربع ساعه كمان. دلوقتي هنفتح وربنا يستر. اتحرقت يا حنفي، اتحرقتش ازاي؟ شكلها كده لسه، فاهم؟ مالك زعلان ليه؟ عشان شكلها طلع مش عاطفي. بص هي شكلها مش عاطفي، بس انا حاسس ان هي هتطلع جامده. طب دوق. ربنا يستر. والجرح بيتكرر، نجرح نقلم نقسى ونظلم وغلط. هي اصلا دي مش مقبلات. ما هو انا يعني انا عايز اقول كده بس، فاهم؟ بس احنا لما طلبناها كانت جايه لنا مقبلات، بس هم عشان كانوا جايبين لنا 2 رول. بس عايز اقول لك ان هي حلوه جدا. بجد؟ والله العظيم حلوه جدا. وبعدين لما قعدت شويه في الفرن وشفتها مش عاطفي، ده عشان خاطر يعني بقت مقرمشه اللي فوق الجبنه دي. على فكره انت بتدوق بتهاون، ها؟ اه انا ملاحظ. طب ده هو ميه. طيب لا حلو والله. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير للفيديو ولايك للبيج، سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على انستجرام عشان ما تزعلوش شابي، واستنى الجزء الثالث من يعني ما بقتش مقبلات، بس استنى الجزء الثالث من المقبلات. ودي قصتنا، ودي قصتنا، ودي دنيتنا انت وانا.